يقول: ما حكم لبس القفازات والبرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه؟ أما بالنسبة للقفازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهو من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسن النقاب، لكن النساء في عهدنا توسعنا، فصرنا لا اقتصرنا على حرف يسير تنظر به المرأة، وإنما توسعنا حتى فتحنا فتحة ترى منها الحواجب وربما بعض الجبهة وربما الوجنة، ومع تجميع العيون بالكحل. لما توسعنا بذلك أمسكنا، وأعني نفسي، عن الإفتاء بجوازه، فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع. قد يقول قائل: لماذا لا تفتي بجوازه ونساء الصحابة يفعلن؟ فأقول: يجوز أن نمنع المباح خوفا من الوقوع في المفاسد، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد منعه من مراجعته، مع أنها كانت تراجع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، لكن لما تتايع الناس وتهاونوا في الطلاق الثلاث منع عمر رضي الله عنه من مراجعة الرجل لزوجته، مع أنه في الأصل مباح له ذلك. ولهذا أقول: ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علماء مربين لا علماء مخبرين فقط، فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في عواقبها وما ينتج عنها من مفاسد، وهذا لا ينبغي. بل ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا يترتب على هذا القول. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال: يا رسول الله، نعم، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيفتكروا. فمنعه من نشر هذا العلم العظيم المتعلق بالعقيدة خوفا من أن يفتكر الناس ولا يعمل ولا يقوم بالعمل. فكيف بمسألة دون ذلك بكثير يخشى أن يترتب عليها شر كثير. لذلك أدعو إخوان المفتي أن يكونوا علماء مربين، وأن ينظروا ماذا ينتج عن الشيء المباح. أما الشيء الواجب لا بد من إعلانه ونشره، ولا يمكن لأحيانا أن يكتمه، لكن شيء مباح يفتح للناس باب شر عظيم لا نذهب نخبر الناس به؟ ما الفائدة؟ هذه نقطة تفوت كثيرا من طلبة العلم.